شايف يا فارس؟ ايه؟ ده حاج الصغير باين عليه مصبرين. ايوه لكن كان بيشتغل يلعب النحل. لا لا ما تجيبش النحل دي مصر. قلت لك بيلعب النحل. طيب النبي يا حضرة ما تزعليش، احسن بعدين يصبروني. يا جدعان شايف الجماعه وكلمه الحي؟ يا معلم يا خبر يا خبر يا خبر يا خبر، ده انا مكسوف قوي. البنت دي بتبص لي من تحت لتحت، فحاصل عندي انكساء. بصيت لها؟ شوف يا اخويا البنت، كل عينك في عينها جميلة الحي. اي والله. ايه الخبط اللي بره ده؟ يا مكسوف مش فاهم ايه ده؟ اما هم اشوف. يا ست الله، ايه اللي عملتيه ده يا خضره؟ لا بص كان درباس كده عشان حفظ الصوت.